ماكسيلري نيرف بلوك ده اورو انترال فيستولا اهو كوميونيكيشن خلاص ده 4 5 مكان ال 6 وده 7 خلاص انا تاني ابره بطريقه ما كده خلاص واعملها اسبيريتنج طبعا هخش ديستال عند 7 45 درجه على العظم و45 درجه على الديستال سيرفيس واحاول اخش كده ايه اجيب الترجو ماكسيلري فيشر خلاص انا كده في المكان ده هعمل اسبيريشن كده تمام انا ده كده بخش فين في الترجو ماكسيلري فيشر انا تاني ابرك اهو ماشي اسبيريتين انا عملت اسبيريشن هنا كده دلوقتي ماشي هبتدي انزل البنج بتاعي تعبان ولا حاجه تمام ماشي طبعا ده كفايه حتى مش محتاج ان ادي فوزي كونستريكتور او مش محتاج ان ادي بلتل بس هدي بلتل عشان استفيد بالفوزي كونستريكتور افكت بتاع الانستيزيا فهدي نقطتين كده بلتل بس شكل كده تغلق حقك عليا حقك عليا ماشي بوظ لو في اي طابور بينا اوكي خلاص كده بس انا في حاجه في حاجه هيك الله ينور عليك 100 بس يكون صوت برضه انا عامله ماشي اخر شويه كفايه ماشي 100 اي طابور بينا قول خلاص Aquí está. Nuestra razón. Nuestra plena. Aquí no está aquí. Sí. Aquí está aquí. Ajá. نرفع بقسم كله كده اهو تمام الاكسيد الكابل ده المكان كده ايه بتاع الكوميونيكيشن اهو خلاص الساينس هنا بص كده عليه الباس من ده كده خلاص دي الفتشن هنمشي كده نشوف احنا بسبور افتح الاخر خالص على الاخر ودي من جوه كده انا حاسس ان الكوميونيكيشن في المكان ده مفتوح اهي خلاص ده المكان مفتوح انا حاسس بالكيب اهي مفتوح هنا ماشي بلغت المكان ده خلاص اللي بيربط هنا بس انا اصغر شويه ماشي حاسس دي شويه ماشي هات ده المكان هنا اوكي ماشي خلاص عايزين نشوف بس الجدر ده كده اهو ده الجدر كان فاضل جوه اهو خلاص افتح اسد ادي الجدر كان فاضل جوه ماشي وطبعا دي الجرينيوما اللي كانت عامله في المعظم بريفوريشن للايه للجدر خلاص ده الجدر كان موجود جوه اهو ده الجرينيوما اللي عامله بريفوريشن للايه للساينس خلاص هنكمل الكحت والتنظيف بتاعنا عشان طبعا هو بيتمرمد دلوقتي حد ما تنزل مراحيله خلاص مرة بقى اكتر بكتير عادي هنعمل ايه شوف كده تمام من الاول ماشي
دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل باكبات اوفات، ناخدها ونقفلها في الباتري بتاعها كده، هنحاول نتخبى الباكبات اوفات ونطلعها علشان نقفلها فين؟ في البلاتا الميوكوزا، وفي نفس الوقت نعمل سكورنج للبؤستر هنا ونعمل دبل كلوجر للميوكو بؤستر كلاب برضه. ماشي؟ ادي كده انا في السنس جوه. خلاص من هنا ومن هنا مفيش سنس. والعيان حاسس حتى ايه؟ بالموضوع ده. ايه بس على حته الشفاط كده؟ هنا كده ايه؟ احاول اخش اجيب الباكر بيدو فاتس ماشي؟ عشان اخلي ده لتحت كده. ده شد طبعا. ستر. اخش بلانت هنا كده وافتح. هذا مشكيكو على طول، هذا مشكيكو طبعا مشكيكو. خلي شفاط شد لتحت، شد شفاط لتحت، ايوه. نطلع عليه اهي فاتش اهي، طلع الجوين ده شايفين الجوين تطلع لي هنا اهو ده هي ماشي. في وقع على حاجه؟ في وقع؟ بروح هنجمع كده شنور حد شفتها. دي البكره اللي فاتت اهي انا واخدها ماشي يا جماعه باين معاك اهو ماشي اهي اهي. بس هنخش ايه نعملها بلانت سيشن كده شبيكو على مكانها كده فتح كويس اخر خالص كبير الله عليك ماشي. دي الدونه هنا اللي ممكن اسيبها وفي باينه معاكي خلاص ماشي اهي خلاص. دي اخدها وهدي هنا افتح 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 اخر واقفلها في الباتري من الكولر وشفت خلاص. هنكمل بس كده ونصور بعد كده. يلا سلام. ده السكورين بتاع البروستم. انا انتش البروستم كده عشان تنط معايا في لاب وتيجي معايا باسف من غير تنشن. اه ده كل ده سكورنج اسمه. كده جاي معايا باسف اهي شايفين جاي معايا ازاي؟ افتح كده افتح اهي مفيش اي تنشن خلاص. ده سكورنج هتيجي معايا مفيش اي تنشن خالص عليها. ذاتس ات جايه فيري باسف معايا ماشي. عشان في بيها انت افتح الاخر افتح بقى هات من تحت دوس على النص عشان ما ازول ازول دوس على ازول افتح الاخر ايوه ماشي. عشان نشكر بتاع خلاص كده ده كده ده بقسط متقطع ماشي افتح جميل قوي. هتبقى نقفلها ووتر تايت سويتش بس يعني ماشي. عادي فلاب افتح على اخر حمد. انت بتفتح كويس بعد كده تسحب تقفل ماشي. بعدين هعديها بلفل افتح كويس بعدين هعديها تاني في البقل في اللاب بتاعتي افتح بيه كده. الله ينور عليك انت بتفتح كويس يعني عايز اقول لك 100 100 كده انت بتبطل لي حجتي بصراحه. كده لما ناخد الابره كده نسحبها
بس لو كده نشد كده كده بقفل اهي وتقطع. بيجيب الفلبه جامد جيبها على البلاطه اهي. طبعا دي دبل رينفورسد كلوشر عشان من تحت منها كمان انفورس بايه؟ بالبكت البيض والفيت اللي انا خدتها. افتح اخر كمان تمام. ماشي بس هكرر كذا غرزه بالمنظر ده جنبهم كده ونشوف الاخر شكله عامل ازاي. كده احنا قفلنا كده اهو الاور انتر دي من تحت كده خلاص عارفين لازم انسجن هنا وزود تنشن خالص اهي لاكس خالص الجلد ماشي من تحت البكه باد اوف فاتس واعمل دبل كلوجر واخد الميكرو بلاستر افتح الاخر كده وريه من جوه اهي صار من تحت هنا ماشي اهي. ايوه ايوه كده افتح كده ماشي مقفول اهي هورزونتال كذا انتربتد ماشي. ده اللي اتعمل المفروض لو حصل اور انتر كونكشن. الحاله جايه لي طبعا اوريدي اتفتحت مع حد والمفروض ان هي كانت تعمل الكلام ده هو كان يعملها في ساعتها. وانا في رايي ده كلام يعمله اي دنتست مش محتاج جراح يعني. ده يعني الف ب بكالوريوس جراحه فم ماشي. فقيت نعمله الكلام ده في اي عيان يحصل معاه ايه الكومبليكيشن دي بتحصل معانا كلنا يعني مفيش مشكله خالص. شكرا.